أمين جبور مساء الخير. بونسوار. مساء الخير. بلشت الحلقة ببنت عم بتطير. أمين أنت ساحر أو مشعوذ؟ لا أكيد ماني مشعوذ. اللي بعمله بس كرمال العالم ينبسطوا فيه على المسرح. أنا انترتينر بيرفورمر يعني بعمل بتسلي الناس بتسلي العالم على المسرح تحت لي يقضوا وقت حلو على المسرح يكونوا من الحياة كل يوم بيكونوا تعبانين من ستريس الحياة وهيك بيجوا بيحضروا شيء حلو تيموهوا. بتسمي حالك ذا إلوجينست. إيه يعني؟ ذا إلوجينست يعني ألعاب خفية كبيرة، في ألعاب خفية صغيرة، ألعاب خفية كبيرة. الماجيك مقسم لثلاث لألك إلوجينست المخادع. أوكي يعني بتخدع الناس. هي اسمها خدعة، كله اسمه خدعة. يعني أنت عملك مبني على خداع الناس. أكيد بخدهم لمحل أنا بخليهم يركزوا عليه يعني ما بكون بديهم يركزوا معي فيه وبلهيهم بشي تاني بكون أنا عم بعمل شي تاني بنفس الوقت. هلأ شفنا بنت عم بتطير هيك شفنا. مظبوط هيك شفت. وهمتنا أنه طارت. لا هي طارت. هلأ قلت لي في وهم. شفت. أنت هيك شفت. أنت شو عملت؟ It's an illusion. هيدي illusion. هيدي خدعة بصرية. خدعة بصرية بس نقطة ما فيني أقول أكتر بس. ليه؟ لأنه ما فيني أكشف. بصير بدي أقول يمكن أنه في شيء وتقول في شيء في ناس يمكن ما بتحب أنه نقول هيك. فخلي العالم تنبسط. أنا بالنسبة لي بخلي العالم بس تحضر وتنبسط ما تفهم شو صار. ليه فضلت أنه ما يكون في جمهور وقتها تعمل هالعرض؟ أكيد في جمهور وقتها نعمل هالعرض على المسرح بيكون في جمهور. نعم. بس أمرار بالألعاب الخفية الكبيرة مش الألعاب الخفية الكلوز أبس الصغار. الألعاب الخفية الكبيرة بتتطلب يكون في نوع من القصص على المسرح موجودة تحتالي العالم ما يقدر يشوفوا على الجوانب. دائما بنجرب نقعد العالم من قدام، فينا نقعدهم على الجوانب بس حسب البعد النظري تبعولهم كيف عم يحضروا الشغلة. نعم. وليك انت مثلا شفناك عم تلبس هاللباس. مزبوط. ليه لتلهي الناس؟ بيعمل امبيونس على المسرح، بيعمل مثل نوع من الجو، بيخلي العالم تكون تحت تأثير مين؟ تأثير أمين جبور؟ لا تحت تأثير العرض اللي عم يحضروه. في عندي شيء كثير مهضوم خلي الاولاد يقدروا كمان يعملوه بالبيت مع اهلهم. منفرجة ثلاثة روبس، ثلاثة حبال معي بذات الطول. حبل اثنين ثلاثة بس هالشي في حدا خلينا نشوف اول شيء ناخذ الحبل من هيدا فوق. سحر اسمه كمان هيدا اسمه خدعة بصرية كلوز اب صغيرة مهضومة. نحمل الحبل من تحت اثنين ثلاثة ونبرمهم بالهواء هيك بهالطريقة بصير عندنا حبلة قصيرة وحبلة أطول شوي وحبلة طويلة. كيف انعملت؟ اللي عم تحضروني بالبيت فيكم تتمرنوا قدام المراية تقدروا تتعلموا تعملوها. بس هالشغلة ما فيني يعملوا غير شيء. بس هالشغلة فينا نعلمهم كذا شغلة بس هيدي الشغلة يقدروا يتمرنوا عليها لأنه مش ما بتتطلب شيء مهم. ناخذ الحبلة الطويلة على النص، بنقصها هيك بالنص. الحبلة الصغيرة كمان بناخذها على النص. بنفوتها بالكبيرة وبصير عندنا نوع من الشنغل إذا شايفين. بنخفيها بإيدنا بين إصبعين كرمال ما نحسس العالم في شيء بإيدنا، بنخلي قد ما فينا ما نترك آثار إنه في شيء خدعة أو شيء بصرية. وبناخذ وحدة ثالثة بطول هدول الاثنين. بنحطهم مع بعض، بنفرج الجمهور ما فيها شيء. فيكم تتمرنوا عليها. بعدين بنلقط الحبلة من هون اثنين ثلاثة بارتيات نبرمهم هيك ومنجلسهم بإيدنا بيطلع لنا حبلة اثنين ثلاثة. هيدا حيلا نوع حبل. حيلا نوع حبل أكيد. وبيمشي. بيمشي. يعني ما لازم يعيدوا شيء تاني يعيدوا بس هيدا لأنه أنت قلت للأولاد ما لازم يعيدوا يعني كل اللي عم بشوفوه. كثير قصص بيقدروا يعملون. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية turn on notifications لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.